حبيب قلبك كتير. صلي على نبينا. صلي. عايزين نشوف بعدينا. صلي. خمسة 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 هنا وهناك. صلي. واللي يعدينا واكواك. صلي. صلي على النبي. صلي على النبي. صلي على حبيب قلبك كتير. ما كلمتنيش ولا انت صلى على النبي. صلاة النبي مكسبة يا ريس. يا ابني ايه ده احنا صلاه عند الطلبه والله. ايه ده مجابر. اه معلم عايز ايه؟ ثلاثه لحد كل يجيب ضرب الصلاه على حبيب النبي. ماشي شكرا. يا ابن الله 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 يا سندوتش. صباح الخير مشاهدينا الكرام، واحنا موجودين معاكم في اسكندريه ومن داخل سوق الجمعه. الحاج عماد والحاج ام احمد بيقوموا بتوزيع اكتر من 1000 سندوتش على الناس. كل الناس موجوده وبتاخد منهم الاكل، الف هنا عليهم. وبيوزع كمان فاكهه، بيوزع سندوتش ومعاه الفاكهه سفندي وموز. ربنا يسعدك. جري يا معاوي. ايه يا ماما بالله عليك؟ نعم ارفع عندنا البلاش كل جمعه. خد 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 15 خدت الثاني. خدت كيس اسود ثاني. انا معيش فكه، معاكي فكه اديني 15 جنيه بتوع الكيس. 3 كيلو فلفل معاك. نعم يا حبيبي. 3 كيلو فلفل. هات لي يا ام احمد. هات لي فلافل يا ام. حاضر يا ام احمد. فلافل. اللي انت عايز تقول لي عليه وانا اديك. فلافل يا ام احمد. عشان الكورونا. كل يفطر بالصلاة على حبيب النبي. تعالى يا ابو بطاطس باللحمة. عايز موز ياخد ولا عايز سفندي ياخد؟ بطاطس باللحمة. ايه؟ رغم طبعا الظروف الجويه الصعبه جدا والامطار والهواء صعب جدا، ولكنهم بيقوموا برضه بتوزيع الاكل على خير. الاكل من فضل الله، خير ربنا في كل مكان. ثلاثة. عايز يقولوا اللي عايز.